اساس تحفر. يعني مثلا قال لك متر من الباسكو، متر من الشارع، متر من خاصة اذا في قسيمة مثلا على زاوية. ف يعني صراحة هذا شيء نطلبه من الناس اللي ياخذون تقارير من المختبر، يوضحونه في التقرير وين مكان البنش مارك الزيرو ليفل، بحيث انه يقدر ينزل من الزيرو ليفل هذا، ينزل ويوصل لعمق التأسيس المطلوب. طبعا بعض المختبرات عندهم هالشيء مذكور في التقرير، لكن البعض الثاني لا. فاحنا نشجع انه يذكره في السايد بلان، يرفق السايد بلان داخل التقرير ويذكر لي وين الزيرو ليفل بالضبط. نفس الشيء هنا، يعني مثلا كاتب لي قدام، طبعا هاي قسيمة على زاوية، وذكر لي ان القسيمة اللي قدام زيرو ليفل، ان الشارع اللي خلينا نقول مثلا سهم الشمال، يعني اي شارع الجنوبي هو الزيرو. في عندنا الجنوبي وفي الشارع الجنوبي والشارع الغربي، قال لك عند الجنوبي. يعني هاي بعض الافكار لو تقدرون يعني انكم تطلبون من المختبر يوضحونه في التقرير. نفس الشيء هنا، لاحظوا هاي قسيمة ما شاء الله على ثلاث شوارع، على ثلاث شوارع، ووضح لي طبعا هنا الحفر. طبعا هاي مشروع عبارة عن إضافة توسعة داخل القسيمة، وقال لي البنش مارك زيرو ليفل بين قوسين باسكو ليفل، وضح لي إياه في التقرير. خلاص ما أخذ أنا والله يمكن أحفر من الشارع متر، متر ونص، بالتالي بنزل عن منسوب عمق الحفر للقواعد، وتسبب المشكلة نفس ما ناقش فيه المهندس عباس قبل شوي. فبالتالي توضيح مكان الزيرو ليفل في المخطط المعماري والسايت بلان ورفاقة في التقرير شيء مهم. طبعا هاي بعض الملاحظات كيف نرفع جودة المخططات. المخطط هذا واضح انه ما في اي ابعاد. انزين انزين يا جماعة الخير، فالمخطط اللي على اليمين واليسار موضح لي فقط اسم القاعدة والعمود، لكن مو موضح لي كم يعني من الأكس من المحور لوجه القاعدة. صحيح انه يمكن يعرف للحد، النجار راح يطلع الشيء هذا، لكن بيضطر انه بياخذ طول القاعدة وبيطرح منه طول العمود ويقسم اثنين ويشوف الرفرفة وكم تداخل على الأكس. لكن مرة واحدة انا الحين لما يجي المهندس البلدي بيستلم، اغلب القواعد اللي قاه مش منتصف، اغلب الأعمدة اللي قاه مش منتصف القاعدة. ليش؟ بسبب عدم توفير يعني ابعاد من المحور لوجه القاعدة. فنوصل المهندسين الاستشاريين يعني نرجو منهم ان شاء الله انهم يوضحون هاي الابعاد. طبعا هاي الملاحظة بأمانة ان نادر نحصلها، لكن حصلنا في كم من مشروع فقلنا ننبهكم فيها. استناد جسر ساقط على جسر مقلوب، طبعا هاي جملة انشائية غير صحيحة. لو نلاحظ ان البي 1 في الصورة اللي على اليمين مستند على جسر انفيرتد بي ستار، جسر ساقط بي 1 مستند على انفيرتد بي. نشوف السكشن اي، السكشن اي يقول لك ان الجسر انفيرتد بي ستار انفيرتد، فبالتالي الجسر هذا بي 1 بيكون مستند جزء من العمود، والجزء الثاني بيكون ما مستند على شيء، فهي خطأ. فننتبه مثل هاي الملاحظات، ونحب نأكد من السادة المقاولين إذا لقيتوا شيء مش منطقي، يعني أنت كمهندس لك دور كبير جدا في أنك أنت تشرف على الأعمال في الموقع. عشان كذي دائما نحن نطلب أن المهندس يكون متواجد أثناء التفتيش. النجار والحداد مش تقليلا منهم، لكن هم يقرون مخططات وينفذ لك نفس المخطط، لكن ما راح يعرف شو معنى جملة إنشائية واستناد والأمور هذه. فهني نحن بنفعل دور الاستشاري دور المقاول. لو لقيت شيء خطأ ناقش فيه. عندك الحين جروب تليجرام، عندك أرقام المهندسين، اتواصل مع أي مهندس، قول لمهندس أنا هالشيء مش مقتنع فيه، أشوف هاي خطأ، هل في يعني تراجع قبل لا تنفذ، وبالتالي الفك يكون صعب وبياخذ وقت عليك. فتوفير للوقت وللجهد، أي شيء شفته مش منطقي اسأل، شيء لقيته في المخطط خطأ اسأل. نحن في الأخير نحن المهندسين، نحن اللي سوينا المخططات، ما بنمشي وراء المخططات. النجار الحداد تعطي المخطط بينفذ لك صح خطأ، بينفذ لك يقول لك أنا نفذت، لا نحن بينفذ بالصح، بس هو مو مهندس في الأخير. المهندس هو اللي يقدر يحكم بالشيء هذا إذا صحيح ولا لا.
مثلا الصورة اللي على اليمين عندنا inverted cantilever ومستند عليه جسر B1، وبالتالي ال B1 الجزء السفلي ما راح يكون مستند على شيء وهذا خطأ. طبعا في عدة حلول هنا، يعني نحول ال B1 إلى inverted beam أو نرجع ال inverted cantilever إلى drop beam، بس هنا طبعا ما دام نعمل cantilever أكيد في أغراض معمارية أو شيء، وبالتالي نحن نحول ال B1 إلى جسر مقلوب أو نحوله إلى heading beam، في عدة حلول. كذلك الصورة اللي على اليسار عندنا cantilever inverted لكن خلف ال inverted هاي عندنا جسر ساقط. طيب سؤال، أنا كيف بمدد الحديد العلوي اللي هو مرة ونص؟ ما عندي أنا امتدادة من الخلف لأن الجسر بي خمسة ساقط، بالتالي أنا ما أشوف نفس هاي الملاحظة قبل لا ينفذ النجار الخشب، أسأل المهندس، أسأل أي حد، أسأل الاستشاري، أسأل مهندس البلدية، وما حد بيقصر وياك وبيقول لك شو الصح. كذلك نفس الشيء عندنا سي بي 2، يعني الصورة اللي على اليمين أقصى شيء على اليمين تحت inverted cantilever وراء جسر ساقط. طيب كيف بمد لنا الحديد مرة ونص بعد الاستناد؟ ما أقدر، لازم البي 2 هذا يتحول inverted beam. نفس الشيء عندي أنا inverted cantilever سي بي 2 عند الجسر اللي وراء صار عكس مقلوب، بالتالي هي خطأ. طبعا بعد التعديل لو نشوف الصورة اللي على اليسار البي 2 الانفيرتد كانتليفر صار وراه انفيرتد بيم وهي صحيح، وبالتالي صار التعديل. بس التعديل هذا للأسف صار متى؟ بعد لما المقاول يعني خلص شغله وقدم الطلب للبلدية، والمهندس البلدي لما طلع لقى الغلط، لا مرفوض مرفوض، عدل المخطط، عدلت مخطط، يلا الحين فك الحديد فك النجار. ليش أنا أوصل لهاي المرحلة؟ لا أنا قبل إذا في شيء مش منطقي أراجع أنا المهندس. نفس الشيء يمين أنا عندي دروب بيم، جسور ساقطة مستندة على جسور مقلوبة وها خطأ. فكر دائما في الحديد السفلي، يعني دي بي 1 الحديد السفلي حقه ما بيكون مستند على شيء، الجزء السفلي. وبالتالي بعد التعديل طبعا كل اللي نعرض لكم إياه مهندسين هاي كله بعد ما خلص التنفيذ، اضطر المقاول بعد هذا راح للمخطط الجديد على اليسار حول الجسر إلى مقلوب inverted B1. فنحن نطرح هاي المواضيع ونطرح هاي المشاكل الموجودة في نشوفها في المخططات أو نشوفها في الواقع، توفير الجهد، ننبهكم وين أكثر شيء دقق على المهندس، مهندس البلدية لما يطلع بيشوف بينتبه على الجملة الإنشائية أول شيء، بعدين يشوف التسليح. فانتبهوا يا مهندسين. هني موضوع ثاني، إن مرات يكون عندي جسر ثانوي، الجسر الثانوي مستند على جسر رئيسي. أوكي ما في شيء، لكن المشكلة لما يكون الجسر الثانوي ارتفاعه أكبر من الجسر الرئيسي. لا نحن متعودين الاثنين يكون نفس الارتفاع او الرئيسي اكبر من الثانوي. لو تلاحظون عندنا بي 4 في الجدول 20 في 80، طيب مستند على شو البي 4؟ مستند على سي بي 1، السي بي 1 كم؟ 20 في 60، يعني في جزء من البي 4 تحت ما بيكون مستند على شيء. البي 4 قلنا ارتفاعه 80، السي بي 2 كم؟ 70، يعني في 10 سنتي تحت من مستند. طبعا في حل، الحلول نكبر الكنتليفرات او نفك البي 4 هذا نسويه inverted beam بحيث الحديد السفلي يتحمل على الاستناد او على الجسور. نفس الشيء هنا عندنا ارتفاع الجسر، بس ما حطينا لكم دائرة عشان توضحون، لكن بتلقونه يا جماعة في الجسر دي بي 5 تحت على المخطط البلان دي بي 5 ارتفاعه في الجدول 90، 20 في 90 مستند على دي بي 3 ارتفاعه 80. الحل يا اني اكبر الدي بي 3 اخليه متساوي مع الدي بي 5، او اني اسوي الدي بي 5 انفيرتد 10 سنتي عشان يتحمل الحديد السفلي. بس هاي الامور ما نسويها اجتهاد شخصي في المواقع، لا انت تنتبه للغلط وتعدل المخطط، لا تسوي شيء الا وانت معدل المخطط، انتبه للغلط قبل التنفيذ هذا الشيء صحيح، لكن ما تعدله من راسك لان يمكن تعارض معماري، تعارض امور ثانيه.
نفس الشيء هنا يا جماعة، الصورة اللي على اليسار بي 5 ارتفاعها 90 في الجدول، مستند على 20 في 80 جسر بي 4. البي 4 هو جسر رئيسي، البي 5 جسر ثانوي، البي 5 محتاج البي 4، فبالتالي ننتبه بالارتفاعات. موضوع هذا الموضوع موضوع النيك كولوم، بعض الأحيان نلقى رقبة العمود مذكورة في مخطط التايبيم لكن ما لها أي قاعدة ولا عمود حتى مذكور في مخطط القواعد، ننتبه لها الشيء مهندسين. نفس الشيء هنا رقبة العمود على المحور C6 مش ذاكر لي في مخطط القواعد، فانتبهوا مطابقة المخططات قبل التنفيذ. نفس الشيء نيك كولوم ما له قاعدة ولا عمود مذكور في مخطط القواعد. الديتيل يا مهندسين ضروري عندنا، مثل العمود بعض الأحيان نلقى العمود 20 في متر، 20 في متر و20، يجي الاستشاري يوفر لي التفصيلة فيها لاين واحد، عرض اللاين هذا 20 سنتي. طيب أنا عندي العمود متر، متر و20، مفروض أقل شيء أخلي يعني نقول 4 لاينات، هني حاط لي في التفصيلة هاي تقريبا، هاي التفصيلة احنا حفظناها من جميع المخططات تقريبا أو أغلبها إذا مو جميعها، فمرات العمود يكون كبير. طيب عرض العمود 20 ما عندي مشكلة، لاين واحد، لكن لما يكون العمود 20 في متر، 20 في 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 80، حسب الكود ما يكفي لاين واحد، لازم كذا لاين، فلازم يذكر هالشيء في المخطط أو يرسم لي في البلان يعلم على العمود نفسه، بحيث أن المهندس المقاول والحداد يعرف كم لاين ينفذ بالاتجاه طويل، اتجاه طويل للعمود. طبعا ذكر الارتدادات للمبنى، ذكر ارتداد المبنى في مخطط الإنشائي للسور طبعا مهم، يساعد طبعا طريق التنفيذ، لأن في اللي أوت المعماري بعض الأحيان يكون عندي بروزات، بروزات 10 سنتي 15 20، فما أعرف أنا على وجه المبنى أي واحد على وجه المبنى ونخطف الارتداد، فيعني هاي زيادة يعني حرص من الاستشاري لو حط الارتداد في مخطط السور الإنشائي. الارتفاع مهندسين التوسعات، مثلا عندي أن المبنى الجديد ارتفاع السقف أو ارتفاع الدور أكبر من ارتفاع الدور المبنى السابق، لكن المشكلة وين؟ الصورة اللي على اليسار أقصى الصور، أول صورة على اليسار نلاحظ أن في جسر ساقط، أوكي في عندي درج أنا على المخطط اللي في النص مفصل لي درج، لكن المشكلة المالك يوم بيدخل أو هو يعني الناس بيدخلوا يعني الواحد بيروح من غرفة لغرفة بيواجه الجسر اللي فوق هذا، بيضطر يقول لك لا زيل الجسر، وهذا عنصر إنشائي ما أقدر أزيله أنا، بالتالي لازم توافق بين المبنى الجديد مع المبنى القديم، وننتبه في أي إشكالية تصير معنا، إشكالية معمارية أو إنشائية، طبعا أهم شيء الإنشائي. فهاي الأمور، هاي التعارض اللي يصير في المخططات أو في الواقع، بالتالي شوف المخطط الرسم لي هي السكشن استشاري، لكن طيب لكن ارتفاع تقريبا 160 180، بيضطر يقول لك شيل الجسر، وهذا الشيء خطأ. مثلا مهندسين هاي يعني ما يحتاج، يعني أنا شفت لي قاعدة في المخطط لقيت العمود مو في سنتر القاعدة، مع العلم إن ما عندي أي عوائق حول القاعدة هاي، يعني ما في قاعدة متداخلة من السور القائم أو المبنى القائم، ما عندي منهولات، ما عندي أي شيء حول القاعدة هاي، شو يمنعني أنا إني أنفذ العمود في منتصف القاعدة؟ العمود راح يستمر معاي فوق، القاعدة ما راح تستمر، حرك القاعدة شفت على اليسار يمين بحيث إنك تجيب لي العمود على سنتر القاعدة، لا تقول والله أنا نفذت حسب المخطط. طيب هذا خطأ واضح، واضح خطأ واضح، حتى ما نفس هاي الحالة هاي أنا ما أطلب منك تعدل المخطط، أطلب منك بس إنك أنت تشوف نفس هاي الخطأ عدله في الواقع قبل هذا، وأنت قبل لا تصب طبقة النظافة نفذ عندك طبقة النظافة حسب المكان الصحيح مش نفس المخطط. أما الأعمدة الثانية القواعد الثانية ما عندك مشكلة، عمود سنتر قاعدة خلاص،
لكن ما دام ما عندي عوائق حول القاعدة شو يمنعني ان انا انفذ العمود القاعدة في المكان الصحيح؟ طبعا لازم نحترم العمود في مكانه، العمود بيثبت مكانه ما يتحرك في نفس المخطط الانشائي اللي بتحركه فقط القاعدة، بحيث انك تجيب لي العمود منتصف القاعدة. وطبعا يا مهندسين توفير المقاطع الأعمدة، نحن الأعمدة غالبا نحن نوصي طبعا أن الأعمدة الخارجية يجب رفعها إلى أعلى منسوب البرابت، الأعمدة الخارجية للفيلا أو لأي مبنى، مجلس، مبنى خدمات، أي مبنى. وهذا الشيء يذكرونه السادة الاستشاريين في المخطط، All external columns must extend with full section under reinforcement، بنفس القطاع ونفس التسليح يتم رفعها. طبعا ما بين الاسبانات اكبر من 3.5 او 4 متر تزرع عمود. وشكرا يا مهندسين وجزاكم الله خير. واذا عندكم اي اسئله. اي اسئله يا مهندسين تفضلوا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أول حاجة بشكرين المهندسين على الورشة وعلى الجهد المبذول وعلى التعاون. أنا أحمد فؤاد مكتب لبنات الهندسية. أحمد فؤاد مكتب لبنات الهندسية. الله يسعدك مهندس. هو طلب مهندس أكتر منه ملاحظة. طلب من قسم التفتيش، إحنا نتمنى إن يتلغي السماح أو التصريح بأن الاستشاري هو اللي يحضر طلب التفتيش، وان يلزم المقاول ان يكون عنده مهندس وقت التفتيش، لان للاسف الموضوع ده باشمهندس بيسبب لنا حرق كبير جدا مع الملاك، بالذات لو مالك مقاول. مهندس معلش عيد السؤال مره ثانيه، ان شو ان تلزم شو؟ هو طلب يلزم المقاول ان يكون في مهندس خاص به هو وقت التفتيش، ونلغي السماحيه بتاعه ان مهندس استشاري هو اللي يحضر التفتيش، لان ده باشمهندس بيسبب لنا حرج مع الملاك، بالذات لو مالك مقاول. تقصد يعني لما مهندس محلي تقصد ان المالك لما يكون هو المقاول، احنا نشوف هالشيء كثير، بس يكون عنده مهندس على الشركه ومصنف كل شيء، وين المشكله؟ تقصد المشكله باشمهندس ان هو المالك بيبقى مصنف بشكل صوري، تمام، عشان الاستلامات او شيء. طالما ان في سماحيه، خلاص خلي مهندس من عندك يحضر، من عندي كاستشاري. نعم تمام. طب انا المهندس، انا كاستشاري انا بزور الموقع مره او اثنين في الاسبوع، مش هقدر ان انا اتابع الشغل بشكل يومي. نعم. فاحنا بنروح بنلاقي، لا اما بنروح نلاقي مشاكل كتيره جدا في الشغل، تمام، لا اما في بنقعد نصلح في الملاحظات، وده بياخد وقت طويل. تمام. غير الحرج طبعا اللي بيواجهنا مع الملاك، ان المالك خلاص شايف ان البلديه سامحه لي، انت ليه مش عايز تستعاون معايا او مش عايز تساعدني؟ بس احنا شايفين انت ايه فضل. بس انت ما شاء الله انت كاستشاري يعني في ايدكم موضوع انك تقبل الطلب ولا لا. اذا لقيت شيء خطا انت ترى اوريدي تستلم العنصر نفسه، يعني مثلا قواعد سقف، اذا لقيت شيء خطا المالك في النهاية ما بيقدر يجبرك انك تعتمد الطلب، يلا ابا اصب وابا اخلص. لقيت شيء مش مصدر شيء غلط خلاص يعني. كلام حضرتك مظبوط 100%، بس انا النقطة اللي بتكلم فيها باشمهندس، احنا بنتكلم في متابعة للشغل باستمرار، ان يبقى كده ساعتها المالك. نعم. بالظبط، ساعتها المالك هيبقى مجبر انه عنده مهندس، مش هو بس معتمد على الحداد او النجار اللي شغالين في الموقع، تمام، والاستشاري زيارته الدورية عليه. هو الاعتماد ده سببه باشمهندس، سببه الرئيسي، ويمكن المهندسين برضو يأيدوني في الكلام او يعارضوني، سببه الرئيسي باشمهندس ان معظم شركات المولد بقت تصنف بشكل صوري، ان خلاص الاستشاري هيحضر هو طلب التفتيش. واضحه لحضرتك الصوره؟ المالك يعني معين لمهندس للشركه فقط تسليمات البلديه؟ لا، حتى تسليمات البلديه ما بقاش يحضرها، لانه بيطلب من الاستشاري ان هو اللي يحضر. نعم نعم نعم، احنا محتاجين نتابع الاعمال. اي بالظبط. فاحنا نقطه كوسيله يعني تقنين للموضوع او ضغط على المقاولين، انا بتكلم طبعا على المقاولين بصوره عامه، لان في مقاولين برضو بيتبعوا نفس الاسلوب، هو مقاول مصنف بشكل صوري، تمام. نعم. هو مش مهندس. نعم. وفاتح شركه وبيصنف بشكل صوري، وخلاص الاستشاري هيحضر معايا وقت التسليم. طيب بعد كده إيه؟ انت طبوق مين هيتابعه؟ عندك بلاستر وعندك
واضح نعم لحضرتك امور الصوره. كثيره، امور كثيره احنا غير محتاجين خرسانات، بحر بحر من الامور، صح، محتاجه اشراف. بالضبط، فاحنا محتاجين كنقطه ضغط من حضراتكم او مساعده لينا ان خلاص يتلغي موضوع ان الاستشاري مسموح انه يحضر طلب التفتيش، عشان يبقى في اجباري مهندس حقيقي موجود على الموقع، خلاص مش زين مجرد مهندس. بس نحن ان انا مهندس مسمى. يعني انت تطلب ان نرجع للنظام السابق، ان المقاولين هم اللي يسلمون فقط للبلدية، ما حد استشاري، كذا قصدك؟ اتمنى كده، الا لو الاستشاريين عندهم اعتراض تاني، يعني انا مش واضح زين، بالنسبه لي يعني. بس انا احنا دي مشكله بسجل هاي الملاحظة وبناقشها مع الإدارة. الشكل لحضرتك يا مهندس، شكرا جزيلا. مشكور يا مهندس احمد، الله يحفظك. اللي بعده مهندسين، اللي عنده سؤال مهندس بهاء مباني الشرق، حيا الله باشمهندس. كيف الحال؟ والله تمام الحمد لله، الله يعطيك كل العافية باشمهندس، الله يعافيك وجهود يا مهندس. جبارة والله، الله يجزاكم الخير. نحن مهندس أنا مهندس جودة الأعمال، لو بقطع كلامك، ما بنوصل لجودة الأعمال إلا بعد تعاونكم، وهذا صح الشيء أكيد أنا باشمهندس، يعني أثني على صراحة مشاركتكم، وأنكم الله أنتم يعني يجزاك الخير. تأخذون المستفيد من تستفيدون من الورشة وتطبقونه في المواقع. الشكر دائما موصول لجميع الاستشاريين تسلم يا والمقاولين، كل باشمهندس، من تعاون في هذه تسلم الملاحظات بصراحة يعني. تسلم يا باشمهندس، والله احنا بنتعلم منكم، والله يجزاكم الخير باشمهندس. وانتو بصراحة بلدية الله العين يحفظك يا داعمين مهندس كبير لنا، بالعكس الجميع، وانت على راسهم الشهادة هاي يا باشمهندس. مهندس. والله العظيم الله يجزاكم الخير، وميزان حسناتكم ان شاء الله باشمهندس. عندك أي وتعقيبا استفسار على يا كلام مهندس؟ تفضل. مهندس احمد، والنعم فيه طبعا مهندس، يعني هاي كمان حتى يعني احنا كمقاولين، خلينا نقول واحد عنده كادر هندسي وكادر اشرافي باشمهندس، كمان الاستشاريه لازم يكون عندهم تعاون في الموضوع هذا، انه اخي حتى لو نعم المالك بده يفتح رخصه لازم تلزم على المالك انه اخي انا مهندس، لانه مثل ما تفضل مهندس احمد، في كثير استشاري بيقول له ما بيهمك انا بتابع الموضوع وانا بشوفه وبياخذ عاتقه، وجرت العاده انه خلاص المالك يستسهل موضوع انه يفتح رخصه لحاله، او حتى مقاولين نعم بس مثل ما تفضل المهندس السوريين يفتحوا رخصه لحالهم وبعدين يوقع الموقع. يعني لو نعم استشاريه كمان، الاستشاري هو الفيصل بين المالك والمقاول، وحتى هو طبيعي كمان طبيعي جزء بيتحمل جزء من المسؤوليه مهم. الرقابيه والانشائيه، كمان انت كاستشاري لا تسمح المالك بده يفتح، الله ييسر له، اذا ما عندك مقومات انك تفتح شركه ويكون عندك كادر، لا يعني هذا مؤاخذه ما في داعي يفتحها باشمهندس. نحن مهندس بهاء، اغلب الملاحظات اللي تمر علينا، الملاحظات الفنيه اتكلم، اللي تمر علينا في المواقع، اكثر شيء نسال سؤال كيف الاستشاري اعتمد الطلب، مع انه يكون فيتال ميستيك، شيء كبير وخطا واضح. مرات الاعمال مش خالصه، الاعمال مش خالصه، تسال اي مقاول يقول لك والله مهندس صراحه انا قدمت، قلت يمكن يومين 3 ايام بتوني واكون خلصت. لا هذا خطا يا اخي استشاري، انت اخر واحد اللي تضغط على الزر موافقه الطلب، فانت لا تضغط على شيء الا انت متاكد فعلا ان الشغل جاهز تسلم البلديه. كمان وصل لمخالفات وانذارات واسم المكتب يدخل السيستم، ليش؟ خلاص انت الزم، لا تكلمني يا مقاول يا مالك الا الشغل يكون خالص، واجيك الموقع انا اشوف الشغل بنفسي واعطيك موافقه. فجزاك الله خير مهندس مهندس بهاء. كلامك مضبوط، وانا في شغله بس بدي اعقب عليها باش مهندس، كمان ايه موضوع انه احنا تفضل حاليا تفضل. المخططات المعتمده ما بتطلع الا لبعد ما يسحب المقاول الرخصه، هاي كثير عم نعاني منها باش مهندس، يعني عم ندرس مناقصات ونعتمد ونشوف، وعم تطلع احيانا المخططات المعتمده من البلديه الانشائيه خصوصي بالمناطق شعبة الوطا، والتعرف المناطق اللي فيها كثافة حديد، عم تطلع المخططات المعتمدة ما بتطابق مخططات المناقصة. عم نرجع كمان هذا الموضوع باش مهندس، يعني لو كمان تاخذوه بعين الاعتبار، عم نرجع كمان مع المالك، لا في فرق تسعير، في فرق حديد، في كذا، يعني المناقصة احنا هذا الموضوع انا بصراحة يعني مهندس شايف أغلب شيء تدرسون مخططات قبل الاعتماد يعني ولا؟ قبل الاعتماد باشمهندس. طبعا احنا هلا كل السيستم بيقول لك ما بتنزل المخططات المعتمده الا لبعد ما يسحب المقاول رخصه، لا وفي يكون في يعني فرق بعض بالأسعار طبعا. الاستشاريه الله يجزاهم خير في فرق بالاسعار، في فرق السلام بالمخططات. عليكم. السلام عليكم. مهندس بس دقيقة، سلام. خلي المهندس بهاء يخلص لا بس مهندس انا عبد اعلق على الرحمن. المهندس منصور من بلدية ابو ظبي. المهندس الاستشاري يقدر ينزل لك المخططات بدون ختم، مهندس المعتمده بقى منصور تفضل يا اهلين مهندس، اهلين اسف اسمح لي. يقدر انا نازل، لا يقدر ينزل لك المخطط بس بدون اختام، بس المعتمد الختم بينزل بعد سحب الرخصه، انما المعتمد بيبقى موجود على النظام. والله فيقدر باشمهندس منصور لا كلامك يقدر 100% الاستشاري صح، يديها لك، دي مشكله مع الاستشاري، ان هو دي مشكله الاستشاري 100% صح انه يقدر صح يديك المخطط.
احنا عاد باشمهندس احنا عاد ما بنعرف هذا المخطط ولا لا، انه هو نفسه ولا الاستشارية، يعني في ناس منهم والنعم ومتابعين جيدين، في ناس بيستسهلوا الموضوع بيكون هو تندر مبدئي وبندرس عليه وبنتعب عليه، وبعدين بنلاقي المخططات الانشائية متغيرة ومتعدلة، وخصوصي انه المخططات عم تتراجع بكذا بلدية، ما عادت محصورة في بلدية العين، يعني المخططات ما بتعرف اي بلدية عم تراجع فيها. فهذا الموضوع والله عم نعاني منه كثير باشمهندس بصراحة، يعني نحن نتمنى بمشاكل وحرج مع الملاك. مهندس بهان، نحن نتمنى من السادة الاستشاريين إذا نفس ما مهندس منصور قال لنا إن بالفعل أنا كيف أدرس مخطط بدون اعتماد، لأن بعض الأحيان البلدية تغير مقاطع في الأعمدة، أقطار، نوع السقف، في أمور كثيرة عم تحفر، يمكن القواعد تتغير، نوع القواعد تتغير، فبالتالي بالفعل كلامك صح، أنا لازم ما أدرس المشروع إلا المخطط المعتمد معماري إنشائي. والله مهندس هذا الموضوع، يعني لو السادة الاستشارية وعاد هم مربط الفرس، يعني أنا أتوقع الاستشاري هو العنصر الأهم، هو حلقة الوصل بين البلدية وبين المقاولة بين المالك، لأنه كتير باشمهندس عم نواجه. أبشر إن شاء الله. أنا هاي الله يجزاكم خير باشمهندس، ما بتصبر، شكرا جزيلا، إن شاء الله. هو عفوا مهندس بقى، تحياتي لحضرتك وتحياتي للمهندس منصور. نعم. أنا أحمد فؤاد مرة تانية. باشمهندس، هو معظم الاستشاري للأسف ما عندهمش فعلا المعلومة دي، وإحنا عرفناها قريب إن ممكن الاستشاري فعلا، زي بأكد على كلام المهندس منصور، إن ليه يقدر الاستشاري يدخل على السيستم على الترخيص، طلب الترخيص بعد ما يعتمد، بينزل المخطط بالذات هنقول الإنشائية، حتى لو في كومنت عليها بيبقى ظاهر الكومنت اللي كاتبه المهندس، أو لو في تعديل بيبقى ظاهر التعديل، ويقدر ينزلها، ولكن هتظهر بدون الختم، لأن الختم ما بيظهرش غير بعد تكليف المقاول على السيستم وسحب الرخصة. ولكن فمهندس بهاء، انت تقدر حضرتك تطلب من الاستشاري تقول له لو سمحت نزل لي المخطط الانشائي من على السيستم المعتمد، علشان لو في اي تغيير او ملاحظه، لان برضو احيانا مهندس البلديه بيبقى حاطين السقف 26 سنتي، هو يخليه 28 او يخليه 30 مثلا، وده تعديل بسيط بجره قلم ممكن يفرق لك يعني. فبس معظم الشيء ما بتبقاش عارف المعلومه دي مهندس بهاء، فانت تقدر تطلبها منهم يعني. مشكورين مهندس احمد ومهندس بهاء، نحن نعطي فرصه بس حق المهندس ايه بخصوص فتح الكاميرات الفتحات، ايه عشان الدكتات. نعم اللي هو بخصوص عمل فتحات في الكاميرات عشان التكييف. السلام عليكم. مشاكل. عليكم السلام. مهندس عباس تفضل. باشمهندس، ان شاء الله حيكون في ورشه عن الاسقف بصفه عامه، بصفه يعني خاصه. الاسقف دي مشاكلها كثيره جدا، يعني هسه لو بدنا نتكلم فيها يمكن ما الزمن ما يسعفنا. فتحات التكييف وفتحات الضغطات، يعني احنا يعني في صور بنوريكم لها باشمهندسين، بنلقى بنحصل ان المقاول بعمل من المهندس تاع البلديه استلم منه السقف، وهو طالع السقف الثاني بيجيبها سلم بعد شهر، بنلقى عمل فتحه في البيم، والبيم ما بيتحمل، يعني البيم مثلا يكون 70 او 60. يعني احنا مره حصلنا لقينا مقاول التكييف عايز يقطع الحديد خلاص، يعني خلاص في مرحله انه حيقطع الحديد السفلي بتاع الكاميرا. ده كله ليش؟ لانه زي ما قال المهندس بهاو، زي ما قال المهندس اللي قبليه، انه المالك بيعمل تعديلات، بيعمل تعديلات في التكييف، بيعمل تعديلات في ايش؟ مرات بيكون من غير علم الاستشاري، او من غير علم المقاول نفسه، يكون عنده هو جاب مهمه التكييف، مقاول التكييف من عنده. فده موضوع الكاميرات اللي بتحصل فيها تعديلات وضغطات، ده يعني بنداوم ان شاء الله ممكن ندكم عليها فكره كامله عن فيها في الورشه الجايه ان شاء الله. واحنا من الاول قلنا احتمال تكون الورشه الجايه ان شاء الله بنزعه، يعني ما نريدكم 100% انها تكون حضوريا، يعني حضوريا دي بتكون فيها مناقشه احسن، وممكن برضه الناس تجيب معها آراء تانية. فأرجو أن أكون يعني زي ما بقولوا أجبت على الأسئلة الثانية. مهندس أيمن. مهندس أيمن. أيمن غدرات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية أستاذ، معك مهندس رامي من مكتب دينيات. مرحبا مهندس رامي. لو سمحت في استفسار بسيط بخصوص تحديد منسوب التأسيس. تمام، نحن غالبية المشاريع لما بناخذ مشروع ما بيكون في عنا existing road. تمام، فعم نضطر نتعامل نتواصل مع قسم الطرق عم يعطينا layout يا site plan حدد عليه مناسيب نقاط الأرض.
تمام. ايوه بخصوص انت اذا منصوب عمق الحفر اذا الشارع غير موجود. اذا الشارع غير موجود عم نتواصل مع قسم الطرق نقطه مرجعيه بمنسوب معين، والطرق يعطونك مثلا الباب الشارع المقترح بيكون عند البوابه كذا وعند الزوايا الزاويه القصيمه بمنسوب كذا. تمام. المناسيب النقاط ما تعرف كيف ان منسوب التاسيس كم احفر وكم. هو عم بيقول لي ان انت تتبع منسوب النقاط الارض، ما بيحدد لي منسوب الطريق الفيوتشر المستقبلي، عم يعطيني منسوب النقاط. منسوب المساح اللي مذكور في منسوب المساح اللي مذكور في شهاده تسليم الارض هاي منسوب لنقطه معينه. بعض الاحيان يقول لك انا المساح كاتب لي منسوب المساح، لا هذا الشارع، لا مش الشارع، اي نقطه يمكن يكون عندي منهول، يكون عندي مثلا طابور فوق احط لي نقطه معلومه المنسوب، مو بان معناته شارع. طبعا من هاي النقطه باخذ منسوب التاسيس. انت لا، من هاي النقطه تقارنه مع منسوب البوابه اللي طالع من وين، من اداره الطرق، تشوف مين اعلى واحد، من اعلى فيهم او اطر، يعني تطرح الاثنين. بعض الاحيان منسوب المساح يكون اعلى عن النقطه اللي مذكوره في البوابه اللي طالع من الطرق، او بعض الاحيان تلقاهم منسوب البوابه هاي منسوب البوابه هاي الشارع المقترح قصدك اللي عندي على البلان. منسوب البوابه هاي يكون مذكور فيه، اللي مذكور هذا يكون بلس 30 عن الشارع اللي المقترح اللي بيصير. نعم الشارع اللي في النقطه الرئيسيه. تمام، يعني من هالنقطه تحدد شوف اني اعلى نقطه باخذ منها منسوب التاسيس. نعم المذكور. لا لا يا باشمهندس، في مش اعلى نقطه، انت بديك قراءتين، خليك معي، بيكون عندك قراءتين. في قراءه بديك لها المساح في الموقع معي. تمام. في قراءه بديك لها المساح، بديك مثلا بديك نقطه بيكون في مناهور، بديك حديده، بديك سيخ، بديك بقول لك دي القراءه بتاعت المساح، بديك لها مثلا 289 293.757 اي قراءه. وفي قراءه بتجيك في ورقه بديك لها نص الطرق وبقول لك ده منسوب الطريق المقترح. جميل. القراءه بديك لها المساح دي المنسوب في المنطقه دي، المنسوب في هاي المنطقه هاي الشكل، وانت عندك المنسوب بتاع الطريق المقترح. بتطرح بعد ذلك زي ما قال لك المهندس نايف، بيشوف الفرق يا تو اعلى يا تو فوق، بعد ذلك ده بيديك الزيرو، تطرح منها 30 يديك الزيرو، لانه المنسوب بيديك لنا نص الطرق ده منسوب البوابه. بيديك ثلاثه نقاط، واحده عند الزاويه بتاعت القسيمه، واحده في المنتصف، واحده عند الزاويه الثانيه. في المنتصف دي بلس 30 اللي هي البوابه دائما بتكون بلس 30 او بلس 30 من الزيرو. فانت لما تطرح مثلا منسوب البواب منسوب المساحه اللي اداك له في الورقه اعلى من الـ من الـ مهندس رامي بعدها كده بتعاير، بعدها تشوف معايرتك هي. طبعا الحكايه مهمه جدا يا باشمهندس في الطيبين، بتفيدك في الطيبين بتاع الفيلا والزيرو ليفل او ومنسوب البوابه، لانه قاعد تحصل لنا جاتنا شكاوي ومشاكل زي دي بعد ما الطريق جاد عمل، في فيلا طلعت منخفضه، في فيلا طلعت عاليه، يعني المرء يقول لك والله سياره ما تقدر تطلع، ولا الفيلا ميه المطر، في مشكله زي دي كده. فاذا انت عندك مشكله ما فهمت الموضوع ده، راجع ناس المساحه باشمهندس رامي، راجع ناس المساحه بيشرح لك. المهندس محمد صادق في الطرق برضه ممكن يشرح لك الموضوع ده بيسحب. استاذ محمد صادق ما بيقصر، تمام، مشكور جدا على جهوده معنا. بعد سؤال استاذ، لما انا بكون عندي اكزيستنج فيلا وبدي اعمل اضافه عليها، تمام؟ عم نستنى تحت التربه مثلا، لانه تحت التربه بيكون جدا قديم. فيلا بيكون قديم جدا، عم نعمل تحت التربه جديد، عم بيطلع منسوب التاسيس اكثر من منسوب الاكزيستنج للقواعد الموجوده عندي. فانا باخذ مثل ما انت كنت في بدايه الورشه، باخذ اي من منسوب القواعد الاكزيستنج موجوده عندي، ولا بحفر بناء على تحت التربه؟ لا لا، تراجع الاستشاري. الاستشاري راجع البيرنج كاباسيتي. اوكي، لو انت مثلا اداك منسوب اداك فحص التربه مثلا متر ونص، وجيت لقيت حفرتها متر ونص، حصلت القواعد بتاعت الاكزيستنج، بتراجع الاستشاري. تمام. الاستشاري بعد ده بشوف، بيراجع البيرنج كاباسيتي، وبشوف بيشوف الفحص، بيقرا الفحص التربه كله، يعني شوف وين البيرنج كاباسيتي صالحه، يعني احتمال تكون متر، هو ناس فحص التربه عمله لك متر ونص. فانت في كل الاحوال يا باشمهندس ما بتنزل ادنى من قواعد المبنى الاكزيستنج كل الاحوال، حتى لو كان اقل من متر ونص، حتى
حتى لو كان، بس انت خليك في نفس المنسوب ده وبعدك تراجع الاستشاري الاستشاري الراي انه اصبح التربه. يعني مثلا احتمال احتمال يعني في في بعض الحالات الاستشاريين رجعوا لتعديل الـ 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 القواعد، عملوا تعديل. يعني مثلا كان المبنى ده قديم ما كان فيه فحص التربه، ما 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 حصلوا له فحص التربه. فانت فالواحد بيرجع ليش؟ بيرجع للاستشاري في كل في كل في كل مرحله. يعني ما 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 يعني تصل اصل الحفر لغايه منسوب القواعد دي ويقول للاستشاري يا اخي ارفع 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 التغريده للاستشاري يقول لي يا اخي انا حصلت المبنى القائم على عمق متر وانا عندي فحص التربه متر ونص، يا عدلوا ليك يا تناقش مع ناس فحص التربه يا شاف البيرين كباسيتي كيف يا عدل القواعد. معظم معظم الحالات 80% الحال بتاع بيمشي، يعني يكون بس فحص التربه ده مرات يعني زادوا بس منسوب الحفر. تمام سؤال اسف جدا على الايطالي بس كمان في بعض سؤال صغير هذول غالبيه الاسئله الشائعه اللي عم تمر معنا. نكون احنا عندنا فيلا بيكراس تمام؟ نعم. وبدنا نعمل اعمال توسعه. هل نستطيع احنا نشارك كانشائي بين القديم والجديد ولا لازم الجديد يكون قائم بحد ذاته كمبنى انشائي؟ لا 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 التشريك التشريك انت عارف البريكاز ده السماكه بتاعته كم؟ 1.15 سم. على البريكاز البريكاز انت عارف الجدران بتاعت سماكتها كم؟ بتكون 15 انت مع الاستشاري ده. انا بقول للاستشاريين حاول بقدر الامكان انه ما يكون في تشريك مع البريكاست. حتى الاستشاري ذاته لو سالت اي استشاري انشائي ما ما نادر ما تلقى مشاركين في البريكاست. صحيح بس اعمال الفتح بين القديم والجديد كتوسعه انا بدي جدار ان شفت جدران البريكاست تجي جاهزه يضيفوها على المبنى تمام؟ فأني ممكن مثلا نوسع نكسر من ضمن الجدار نعمل مثلا ارك او قوس او شيء او نشيل الجدار كامل. غالبا البلاطه بتكون هوليكور يعني بتكون كمان سقف السنة. لا هي طبعا الحياة دي بتكون طبعا عندها مشاكل معماريه اكثر من كده. يعني ده المعماريه طبعا مهمه المالك، يعني المالك عايز يفتح القديم مع الجديد. دي الاستشاري الاستشاري لو زار الموقع وشاف الموضوع ده قلت لك عمل المخطط على حسب الزياره الموقعيه الموقعيه يعني ما 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 بالرسم يعني شاف النموذج بتاع بيت بريكاست اشتغل عليه يكون احسن. ففي في كل الاحوال حتى لو مثلا كان التصميم خلص وقبل ما تعمل مناقص وشفت التصميم انت وتناقشت مع الاستشاري ممكن الاستشاري ذاته معظم الاستشاريين ما بيعملوا تشريك مع البريكاست. فانت مر عليك تشريك مع البريكاست يا باشمهندس؟ لا 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 انا عندي مشروع بريكاست تمام بس عندنا شويه يعني صعوبه باعمال التوسعه. المالك يبغى مثلا يشيل جدار كامل ونحن بعد ما عملنا استشاره فنيه انه ما بنقدر نزيل جدار البريكاست كامل تمام الا باعمال انه نفتح في ارك مثلا نفتح باب اما ازاله كامل لا لانه هو بيكون من ضمن الجدار موجود البيم اللي حامل البلاط الهليكون حسب ما درسنا المخططات الاشرفيه لل الكلام ده انا ما اقدر افيدك منه بالضبط 100% يا باشمهندس فمعليش انت ممكن تجيب المخططات دي تقابل